الاهلي خلاص قفل صفحه السوبر الافريقي وعايزين نبص لقدام. هو ده الحال اللي دايما الاهلي ماشي عليه، احنا بنكسب وبنفوز وبناخد ميداليات وبناخد كاس وبعد كده بنفكر في اللي جاي. عندنا لسه ماتشات وعندنا شوط كبير جدا، اكيد الاهلي على اتم استعداد، بس عايزين برضو نقرا المشهد مع كابتن شريف عبد المنعم نجم الاهلي السابق واللي بجد انا وكريم سعداء جدا ان هو معانا النهارده. صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجه حلوه. صباح النصر طبعا. صباح دايما مع بعض في بطولات احنا. يا رب. دايما ببقى معاكم في مناسبه سعيده. صباح الخير دايما علينا، انتوا بتطلعوا وتدونا الطاقه الايجابيه. والله احنا بنسعد جدا بوجود حضرتك معانا كابتن شريف على كل الاصعده الحقيقه، يعني شخصيا وانسانيا، وكمان طبعا اكيد بحكم ان حضرتك يعني عندك تفاصيل كتير جدا متعلقه بالاوضاع في النادي الاهلي. وبالمناسبه عايزين نبتدي مع حضرتك برضو بمباراه الترجي، وخصوصا ان احنا النهارده كنا لسه حتى بنقول ان شاء الله للاسف الشديد لا مجدي قفشه هيكون موجود في المباراه دي ولا محمد هاني نتيجه الاصابات بتاعتهم اللي هتاخد لهم من اسبوعين لثلاث اسابيع، فغالبا هما الاثنين هيغيبوا عن هذه المباراه. الى اي درجه شايف ان غيابهم هيكون مؤثر؟ بص، غالبا اصلا هما تحت ضغط قوي جدا، حتى يعني هم يعتبروا في حاله استشفاء، او بلاش نقول العذر ان هم مش هيبقوا موجودين لاي سبب يعني، بس هم اصلا هم مرهقين جدا. وفي كنا بنتكلم انا ونهواندا عن ناصر ماهر، بنتكلم عن لعيبه كتير قوي بتنزل زي صلاح محسن كده بيأدي وبيدي مجهود، وكل لعيبه زي بعض. بيجي في وقت بيبقى عندك كتير قوي لعبنا بيكهام باك رايت، كتير قوي حسين الشحات ممكن يبقى باك رايت، ويبقى لو حصل تفكير او تدوير بشكل معين اجبرنا عليه بيبقى في شكل عندك من اللعيبه يقدر يعوض لك اي حاجه. فانا مش قلقان من اي حاجه غير ان الروح هي اللي بتطفي عليك كل شيء، الروح اللي انت شفتها تاني تايم في مباراه نهضه البركان، الروح اللي هي تحركات اللعيبه لبعض، التحركات وازاي تروح عشان يبقى عندك دايما المعطيات والسبب اللي انت تقدر تفرز فيه امكانياتك. انت عندك امكانيات بس التعب مكلبشك شويه. طبعا عوده علي معلول وحمدي فتحي قوام جديد يجي معاهم، اجاييه يجي معاهم، بتاخد من هنا وبتدي من هنا، انما انت ما عندكش مشاكل في اسماء، ما عندكش مشاكل يعني ما تحسش بدروب نتيجه غياب اي اسم. معلش انت يبقى دايما بتروح للمستوى الافضل، المستوى الاول للناس اللي رجليها في الملعب اللي انا اقصده يعني. فالناس اللي رجليها في الملعب ما برضو الناس دي تعبانه، مش سليه ده حقيقه عامل مجهود كبير جدا، عضلات يعني، هو انسان في الاخر. ديانج الحمد لله يمكن تكوينه الجسماني بيحب اللعب، ممكن يقدر يكمل المرحله دي، عايز يثبت ويثبت ويثبت ان هو موجود دايما، وهناخد منه اكتر باذن الله. عوده علي معلول انا بتمناها تبقى سليمه الاول، يبقى سليم جدا وينزل الملعب، بيدي حاله استقرار شويه، بيدي روح للفرقه كمان. بقينا بنتمتع باكتر من قائد في الملعب حقيقه، من اول الشناوي لسوليه مرورا معاك علي معلول، بعد كده معاك ناس كتير قوي هتقدر تبسط لك ايه المفهوم اللي يقدر الجهاز الفني بيبقى بيدور عليه. يعني هتلاقي لعيبه بتسمع، لعيبه بتنفذ، تلاقي وجود ليك في ال 18 عشان تجيب الجوال. انت المرحله اللي جايه هي مرحله الجوال، مش مرحله ان انا طبعا اجيب جول واحافظ عليه، اجيب جول واحافظ عليه. وواضح ليا انا بقى بالشكل التكتيكي العام يعني انك انت كل ما دخلش فيك جول وخطفت جول هو ده الحاجه اللي هي السعيره في العالم كله دلوقتي. حتى تشيلسي لما لاعب مانشستر سيتي لعب هذا المفهوم، قفل كويس قوي على فرقه بتعرف تنقل الكره وسريعه جدا بعناصر جيده جدا، قفل عليهم وابتدى ياخد الكونتر اتاك وكسب كاس اوروبا. وده كانت يعني حكايه 70 30 يعني 30% بالمفهوم اللي هو الاداره الفنيه للمباراه هي اللي كسبت يعني. فانت عندك حاجات كتيره بتعدي فيها خاصه لما بتوصل لمراحل متقدمه في البطولات يعني. طب كابتن شريف، لو هنتكلم بقى توابع بطوله السوبر سواء على اللعيبه من ناحيه الماديه او معنويا عشان نكمل بقى يعني المباريات او مباريات الموسم زي ما بتقال، بتشوفها ازاي لحد دلوقتي؟ اولا لازم تفرحي، ولازم تفرحي على المجهود في اسبوعين، عديتي دور الثمانيه وبقيتي كوارت فاينل وخدتي كاس سوبر، بقيتي انت نمبر 1 في افريقيا يعني، بتاكدي شكلك ومسيرتك، ويعني ندي كل الناس حقها يعني. ده في اسبوعين يتحمل كابتن محمود خطيب ومجلس ادارته شكل تدعيمي جامد جدا، وراجل لما بيبقى موجود الحقيقه بيدي روح كمان للفريق
حلو قوي. انا لو اي ماتش لازم يبقى هو موجود بقى خلاص، لان راجل يعني بيدينا انرجي زي ما انتم بتقولوا للفريق كله، والفريق بيحبه وبقت فيه علاقه. ما ينفعش هيروح ماتش ما يبقاش هو موجود. ف والدنيا مستقره من جميع الملفات، من جميع الدنيا، الدنيا بتشتغل زي ما تعودنا. الموروثات بتاعت النادي الاهلي كلها في احتراف وشكل. فاحنا الفتره اللي جايه اللي انت بتتكلمي عنها دي تركيز شامل في نحصد الحاجات الكويسه اللي احنا عملناها. ازاي احافظ انك صعوبه انك تركزي انك تحافظي على النصر اللي انت بتعمليه في اسبوعين بره مصر، بتعملي كل الانجازات دي، يعني في التزام، انا مش قلقان، يعني في فهم، يعني في ناس فاهمه، يعني في ناس اتحررت. واحد زي محمد شريف لما يستقبل الكوره بهذا الشكل ويعدلها لنفسه ويبعتها برجله الشمال، ده ولا احسن فيرود في العالم، اسالني انا بقى. طبعا انه يستلم الكوره بظهره للمرمى ويعدل الكوره بيمينه ويلفها بشماله، كل ده في رؤيه واحده وفي تنفيذ واحد ويتحقق ده كله. فهو ده المكسب اللي انا بدور عليه دايما في كل لاعب، ان هو يحرر نفسه، يدي الامكانيات اللي عنده. يجوز حسين شحاب يتاخر شويه اليومين دول، انما عنده الظاهر، عنده ازاي يبقى موجود جوه الفرقه، ازاي ينقل اللاعب، ازاي يجيب جول، ازاي الحاجات دي بتعمل بلس 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 على اللعيبه كلها. خلت صلاح محسن يغير من شريف، محمد شريف، فنزل كل هدوء، رقص الجول وراح على الجول وخد مكان، والراجل شافه بيعرف يستلم ويوجد لنفسه مساحات. كل التحركات يا كريم، اداء اكثر من رائع في كذا مباراه اخيره ليه يعني بصراحه. كسبت يا نهاوند مفهوم التحركات في الملعب، صح، اللي انت كان بالك بتدافع بس، لان عندك حاله ارهاق شامله، لكن انت بقى عندك تحرر دلوقتي، انت بتلعب على بطوله. الفتره الجايه دي عنوانها نهضه البركان. بس الفتره الجايه دي هتحمل يعني صعوبات الى حد ما، يعني هنتكلم على الترجي، مباراتين مع الترجي ذهابا وايابا، والترجي برضو من الفرق الثقيله اللي ليها تاريخ، ومن الفرق اللي دايما بتتالق لما القدر بيجمعها في مباراه واحده مع النادي الاهلي. الكلام اللي حضرتك قلته كله مطمئن الحقيقه، وخصوصا جزئيه ان احنا مش هنحس بدروب نتيجه غياب اي اسم من الاسماء الكبيره. حصل تغيير في الاداء، خد بالك، يعني انت خدت بطوله باداء مقنع ده ما كانش موجود عندي الفتره اللي فاتت. لا بس اللي عايز اقوله لك برضو ان الترجي من الفرق اللي بتحجر جامد مع النادي الاهلي. يعني الطمانينه اللي حضرتك بتتكلم بيها فيما يتعلق بالنادي الاهلي واداءه واعتماده على روتيشن ما بين لاعبين كلهم مؤهلين، الخصم بقى اخباره ايه؟ الخصم طلع قال لك انا مش شايف الاهلي في حالته الجيده، وانا بحب ان الخصم يتكلم كده. انا كل المباريات اللي الخصم اتكلم فيها كده احنا فزنا بيها. كل مره بيطلعوا يتكلموا عنك كده، انت كالم يعني، انت هادي وانت بتشتغل، ما فيش دعوه بحد، بنتكلم ونسلم بعد الماتش يعني. انا فما تقلقش، لان كل واحد بيشوفك من زاويته هو اللي عايز يشوفك بيها بعينيه، هو عايز يشوفني ان انا اقل. اوكي، انزل الملعب واقع تاني خالص، واقع مرير، انت هتحاول وتخش وتلاقي الدنيا مقفله، وبعدين لما بنفرد احنا اللي احنا بقول لك عليه ده، بتتخطف، تلاقي نفسك مخطوف جون، تلاقي نفسك عندك لعيبه بتلعب فرقه زي النادي، بتعرف تشوط، بتعرف تباصي، بتعرف تدافع، بتعرف تغير، عندهم دكه كويسه جدا، عندهم لعيبه زي بعض. لسه ما جبناش سيره وليد سليمان، ان شاء الله لما بدنيا لما يخش كمان، ده هو محترف فرق تونس يعني، عشان تبقى بديك بس الميموري يعني، وشارك كمان في السبع نشاط لك على الترجي قبل كده، نشاط لك واحد بعيد عن الصوره دلوقتي كمان يعني. فهم خليهم يتكلموا زي ما هم يتكلموا، بس احنا بنحترم الاخرين يعني، احنا دايما بنحترم. كل ما بتحترم الفرقه اللي انت بتلعبها بيبقى ليك حاله تفوق. هي الفكره بس ان احنا هل نثق يعني، لما بنرجع كده لتاريخ مشاركات الاهلي مع الترجي مثلا في سبع مرات، هتحط رجل على رجل هتحط رجل على رجل لو ما انا بتكلم بالارقام يعني، بس سبع مرات والترجي فاز ثلاثه وفي ثمانيه تعادل. لا ده احنا على طول في رادس لو تفتكر، هل ده لوحده مطابق؟ صفاقسي والترجي يعني احنا بس بتبقى في عوامل خارجيه ليك انت بيحصل لك فيها اخفاق تحكيميا بقى، حاجات كده مع يعني انت عشان تخسر بتخسر بفعل فعل يعني، صح؟ يعني احنا كمستوى هنقارن، احنا افضل بكتير يعني، ما مش ماتش اللي هو ما نقلقش، احنا كده كده دايما بنعمل حساب للخصم، ولكن مش الماتش اللي هو مقلق بالنسبه لنا. انا دي وجهه نظري يعني بتاريخ الترجي والاهلي، حضرتك تقول لنا. انا هكلمك بلغه البورصه، احنا دلوقتي بالارقام، كلام بالارقام، احنا دلوقتي شايفين شكل لينا، واقفين على حيلنا في الملعب الحمد لله، وكل يوم بيرجع لنا لعيبه احنا محتاجينها. لما بيجي لك القوام الاساسي بتاعك انت تقدر تعمل اللي انت عايزه، كله اللي هيعمل حسابك، كله اللي هيقول لك الله لا ده مش هم دول اللي انا شفتهم من اسبوعين ثلاثه، زي الشوط الثاني بتاع نهضه البركان. طب لا ده مش لا لا
لما بتاخد الكوره وبتعدي نص الملعب الخوف بيدب في اي فرقه. انت لما بتضغط على اي فرقه عندك من الحرفيه ومن الفرديات انك انت تترجم اهداف. ايوه طاهر محمد طاهر بيفاجئك بشوطه في سان داونز، محمد شريف بيفاجئك في نهضه بركان، صلاح محمد صلاح نزل جاب جولين فهنا وهنا موديك يعني، ولد صغير وعنده بروميسنج بياخد الثقه. فهي كل الحكايه حكايه ثقه عندك، انما الفوارق انا عشان ما بحبش اقطع يعني، انا ما بحبش اقطع الفوارق. لا لا ده تاريخ. على كل حال يعني هنرجع، بس هنروح فاصل سريع وهنرجع انا وكريم مع حضرتك عشان نقرا بقى المشهد المفروض يكون ازاي من وجهه نظر كابتن شريف عبد المنعم في المباراه القادمه. هل المفروض يكون في ضغط من قبل الاهلي في الدقائق الاولى، لازم يعني نحسم المباراه من الاول من الشوط الاول، ولا نوندي بقى الجامده قوي كده عملت خطه هيك هنضغط من اول ربع ساعه؟ خلينا نروح فاصل وهنرجع نعرف من كابتن شريف عبد المنعم. كنا بنسأل كابتن شريف عبد المنعم قبل الفاصل السيناريو او المشهد المتوقع من وجهه نظره الامثل للمباراه القادمه للاهلي. كابتن شريف حضرتك شايف ان احنا المفروض نحسم المباراه من الشوط الاول والدقائق الاولى، ولا الوضع يمشي ازاي؟ بص هقول لك على حاجه، هو مستر موسيماني الفتره اللي فاتت دي ابتدى كل مباراه يبقى لها شكل. بالظبط يعني شفنا في مصر لعبنا باسلوب ضد سان داونز، وهناك لعبنا اسلوب تاني خالص، فغير في التاكتكس شويه. احنا يعني كنا 4-1 4-1، بعدين رجعنا هنا في الماتش الاخير، مش بتكلم سان داونز انا بتكلم هنا بقى الماتش الاخير كنا 4-3-2-1 فرجعنا للقديم، او 3-5-2 يعني. ساعات بيعمل لاعب حر زي ربيعه بيحطه قدام الاربعه المدافعين بحلقه وصل بينه وبين نص الملعب كسبورتنج لنص الملعب، وك بنعمل حاله تقريب المسافات ما يديش مساحات لاي. بس هو الفتره اللي ما كانش بيغير فيها طريقه اللعب كانت مطار انتقاد لكثير من الناس. مع الاجهاد في طريقه مش هتنفعك، انما لما بتقرب اللعيبه من جولهم من بعض مثلا 4-4-2 دي مثلا 4-3-3 الحاجات دي بتبقى اللعيبه كومباكت يعني مضغوطه جنب بعض، تلاقي لما تمسك الكوره حرف مثلث كده بيطلب منك الكوره بيساعدك، لو اتقطعت الكوره يبقى سهل قوي خطوتين تجيبها تاني. الحاجات اللي احنا بنبقى محتاجينها في المباريات المهمه اللي هي زي ما انت قلتي اللي هي بره، بيبقى عنده تفكير، هو دارس الفرقه اللي قدامه كويس قوي، عناصر القوه بتاعت النقاز ناحيه اليمين دي اللي هو على طول حرقه الوصل بتاعته، وعندهم لعيب تاني جوه اللي هو كان جاب جول في نادي الزمالك هنا، ده اعتقد من احسن لعيبه عندهم. ف هيدرس كل الحاجات دي ويشوف امكانياته هو ايه، وفي نفس الوقت هو عودنا زمان اول ما جه ايام ما كنا لعبنا قدام الوداد هجم على الوداد زي ما انت قلتي، عمل ضغط من الاول. وانا نصيحتي لما بتضغط على اي فرقه انت بتلعبها كنادي اهلي بيفقدوا السيطره، بيفقدوا الحماس، صحيح بيحسوا ان هم في واقع، واقع فعلا اسد افريقيا بيلعبهم يعني، مش اي حد، مش فرقه جايه تخطف تعادل وتمشي لا. ودايما لما بيبقى لك سبق تهديف او بيجيب جول في ارض الخصم ده بيخلي الدنيا انتهت خلاص، طبعا بيصعب الامور جدا على الشكل الخصم اللي بيبقى معاك. سو يعني على ذكر موسيماني حصد مع النادي الاهلي الى يومنا هذا حوالي 4 بطولات، وحاليا بينافس على قول 3 بطولات كمان ما بين محليه وقاريه. الله اكبر، الله بصلي على كامل النور. دي حاجه دي حاجه تسعد. الدخله دي مش لا ما انا بصي بقى كبلت السؤال جاي لك بقى في النص دي يعني. السؤال ليه تعرض لهذا كم من التحفظات على يا عم فايلر قعد لغايه اما جه ومشي، وكل يوم يقول لك ايه هو هيعمل لنا ايه بكره؟ احنا كده يعني دي طبيعه جماهير. لا طبيعه بطولات. انت مش بتعود تتعادل، ده حاجه صعب جدا، دي حاجه حكايه يعني. اللي يحط نفسه في مكان المدرب واللعيبه بطبيعه الحال ده ضغط ما بعده ضغط. انت ما انت في ضغط كل يوم اهو، كل يوم الصبح لازم تبقى صحيح A1 انك في حته هي اوريدي A1 طبعا. فالحمد لله ما ينفعش انك في مؤسسه زي دي غير انك تبقى شايف شغلك مظبوط قوي. فهو راجع على طول في اختبارات، وفي بتبقى عندنا خدعه بين اللاعب والمدير الفني، يا ينزل يخليك فوق خدت بالك؟ طبعا ينزل اللاعب عنده كلام. شد ولا عنده اي حاجه عيني مش قادر يديك اللي نفسك صحيح. فيه فتلاقيه واقف بيعمل كده بيعمل ويبص للناس، طب اعمل ايه؟ يعني الحقني بقى باكرم توفيق، الحقني ما في شيء، خدوا مني فلان طبعا. خدوا مني علاج. فهو ده اللي الناس ما بتفكرش فيه، الناس عايزه مكسب وبس، الناس عايزه انت دايما تبقى انفورم باللي بتسمعه واللي بتعودتهم انت عليه وكل حاجه، فخلاص الناس تعودت فمش ما بيقبلوش. وفي نفس الوقت لما لا قدر الله بيحصل اي حاجه
او نبي تسقف لك او نبي تقف جنبك لان هي دي طبيعتنا احنا يعني. طيب على كل حال كابتن شريف يعني الحديث لسه ما خلصش، ولكن هل تسمح لنا نروح عشان احنا كنا سالين سؤال وحضرتك معانا نجاوب يعني نشوف الاجابات. كنا سالين سؤال في بدايه الحلقه، ايه البطوله او البطوله الجماهير يعني شافوها كان عندهم كام سنه وايه هي البطوله؟ فالناس بعت حاجات جميله قوي برده ممكن تبقى قاعد معانا واحنا بنقراها. اول بطوله فين؟ نعم اول بطوله ايه يعني اللي بيشجع النادي الاهلي اول بطوله كان بيشجع فيها النادي الاهلي كانت بطوله ايه وكان عنده كام سنه وذكرياته معاها في الوقت ده؟ حاجه نوستالجيا كده رجعنا بيها. أيوه. خليني اقول لحضراتكم نبدا كده باستاذ شاهين بكر، هو بعت صوره بنته بيقول يا استاذ انا هوان دلوقتي لورا عندها 8 شهور ما شاء الله وبقى عندها واحد دوري خدته يوم ولادتها وواحد كاس وواحد دوري ابطال افريقيا بتاع القضيه وواحد سوبر افريقي وبرونزيه كاس العالم للانديه، يعني ما شاء الله هي فعلا ما شاء الله حلو على النادي ده ساعة ما وصلت واحنا بناخد بطولات، فممكن من فضلك اشوف صورتها جنب كاس يعني احنا حطيناها وعملنا اللي حضرتك قلت لنا عليه حاجه كنت جميله صوره نور جميله ما شاء الله ربنا يحرسها. نبيل حسن بيقول تحيه اعجاب وتقدير للثنائي نهواند وكوجك، خفه دم واطلاله صباحيه مبهجه، شكرا يا استاذ نبيل. محمد كمال صباح الخير يا كريم ويا نهواند، بحبكم جدا ودايما متابعكم، واول بطوله اشجع فيها الاهلي كان عندي 12 سنه. حاجة بيومي. عامر بيومي يعني. عامر 3 سنين بطولة أفريقيا 2004. محمد مصطفى صباح الخير على الأهلاوية، أنا بشجع الأهلي مش عشان البطولات، أنا بشجع الأهلي إن هو في دمي. صباح للمعشوق بيبو فكري، أنا بشجع الأهلي من قبل ما اتولد. أوكي. خالد علي من ليبيا ألف مبروك لكل أهلاوي. محمود النجار هو أنا مش فاكر عمره معين بس أنا متأكد من إن أنا بشجع الأهلي من ساعة ما وعيت على الدنيا. ومحمود عبد الرحمن الشريف يقول 3 سنين كان وقته عندها يعني كان عنده وقتها 3 سنين. صبري صبيح والله أنا بشجع الأهلي من 83 كان عندي 10 سنين ويا رب الأهلي يحصل على جميع البطولات اللي بيشارك فيها آمين يا رب العالمين. محمد فتحي بيقول كان عنده 12 سنة كانت بطولة الكونفدرالية سنة 2014 يا لبس الأهلي. في محمود عبد الرحمن 3 سنين، صبري صبيح والله أنا بشجع الأهلي من 83 كان عندي 10 سنين ويا رب الأهلي يحصل على جميع البطولات اللي بيشارك فيها. محمد فتحي 12 سنة بطولة الكونفدرالية 2014. أبو تميم بيقول أول بطولة كانت كأس مصر موسم 91-92 الاهلي والزمالك في النهائي 2-1، وبيقول بقى التفصيله دي لسه صوت كابتن ميمي الشربيني في كوره الكابتن طاهر ابو زيد بيرن في وداني كان عمري وقتها 9 سنين. طب جلال علي بيقول ماتش 6-1 اوكي. احمد سعيد بس الصوره مش لايقه مع السن بس ماشي. احمد سعيد بيقول كانت اول مباراه شجعت فيها الاهلي 6-1 الاهلي، بعدين لحد الان عاشق الاهلي على الحلوه وعلى المره، ففوز الاهلي نزاد عشقا. وطبعا هو بيتكلم بقى عن بقيه البطولات عشان نلحق بس. ممدوح خليفه مباراه الاهلي والزمالك في كاس مصر سنه 78 كان عندي وقتها 9 سنين وانتهت المباراه بفوز الاهلي 4-2. ادهم اليماني بيقول كل اللي فاكره كابتن هادي خشبه وجيله. محمود الجمال انا بشجع الاهلي وانا عمري يوم اول بطوله افتكرها بطوله كاس مصر وهدف كابتن ربيع ياسين في الوقت الاضافي. بعد كده احمد انا عمري قارب على 70 بشجع الاهلي وانا عمري كان 5 سنوات ومن كثره داريخ. البطولات بص بقى دي يا كابتن شريف مش فاكر اول بطوله والله ما حق صح. عبد الله عبد العزيز بيقول كاس مصر سنه 91 جول كابتن ايمن شوقي في كابتن حسين السيد، وبسمله محمود بتقول افريقيا 2012 وكان عمري وقتها 7 سنين. ابو شروق منورين في ايدي بقى هو عايز يقول في 10 الصبح في الاهلي بس هي طلعت منورين في 10 الصبح في الاهلي بس ماشي الحال المهم المعنى وصل. مبروك فوز الاهلي بالسوبر الافريقي. محمد خليل بيقول انا كبرت لقيت نفسي بشجع النادي الاهلي مش فاكر ازاي تقريبا اتولدت اهلاوي بالشكل ده. احمد بن مرشد انا مش عارفه في حاجه في انت بتقرا بطوله افريقيا 2006 كان عندي 2 سنين. وزياد يحيى بطوله افريقيا 2012 وكان عندي 11 سنه. برضو ده جزء من اللي حضراتكم بتبعتوا لي ان طبعا كم كبير جدا بس احنا مبسوطين ان احنا بنشارك مع بعض اول بطوله كل حد فينا يعني تابعها وكمان كانت ايه هي فدي نوستالجيا حلوه. طبعا مش هنسالك السؤال ده اكيد يعني ده كان طرف رئيسي في الكلام اللي احنا بنقوله اصل البطولات يعني. انا من يوم ده اول يوم دخلت فيه الناشئين ما اعرفش غير ان انا لازم اخد البطوله يعني ما
بس قبل ما تدخل الناشئين وقبل ما تنضم للنادي الاهلي اكيد برضو يعني كنت بتتابع، خليني اعرف منك برضو ايه. انا كنت ساكن هنا، انا كنت ساكن هنا عند الكوبري اللي ورا ده كده، وكنت بعدي اجي اروح النادي كويس، وكنت بتفرج على ال يعني انا بسميه جيل اجمد جيل الحقيقه، جيل كابتن خطيب وكابتن حسن حمدي وثابت واكرامي، وبقى عد بقى ولا طبعا عباقي ومصطفى يونس ومرامام وفتح مبروك وطاهر الشيخ وصفا طب حليم اسامي عظيمه، مختار وشطه ومرام عظيم وزيزو خطيب ومصطفى عبده، وجي بعديهم ناس من فرقه الامل كنت بحبهم، البحطيتي والسمري وكابتن علي ابن كابتن علي زيور، علي زيور الدكتور، ولعيبه كتير قوي ده غير اللعيبه اللي كانت معايا انا بقى مجدي عبد الغني لا وغير بقى حضرتك جندي وخالد جد الله انت شخصيا شاركت كمان الجوده والناس دي اللي هي كانت بروميسنج قوي والله يرحمه عادل عبد المنعم حارس المرمى، يعني كنا كده تحس انها كتيبه مش متعوده غير على ان احنا نقعد نتفرج عليهم، وبعدين فجاه ما تلاقي نفسك في وسط العمالقه دي طبعا، هو ده بقى اللي كنت لازم تواكب نفسك، لازم تتنحرر، لازم تطلع الكره اللي عندك، فلو ما كانش عندك شخصيه او كان عندك موهبه تقدر تثبت لك ان لما حد يصاب وانت تقعد تلعب تستغل الظروف اللي انا بطلب من اللعيبه ان اي حد يجيله فرصه دلوقتي يقفش فيها ويكمل، هي دي. حضرتك نورتنا كالعاده، بنسعد جدا بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله نلتقي على خير عن قريب ونتكلم في انجازات جديده وانتصارات جديده ان شاء الله. دايما مع بعض في البطولات باذن الله، وان شاء الله نبارك لبعض بعد الدور الجاي باذن الله. دايما مع بعض، وهنشوف حضرتك في النادي الاهلي، احنا بنروح على طول وهنشوفك وهنحتفل، لان كابتن شريف على فكره عيد ميلاده كمان اسبوع فعلا كل سنه وحضرتك طيب ان شاء الله، هنحتفل مليون معاك سواء هنا او في النادي ان شاء الله. كابتن شريف نشوف حضراتكم بكره وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.